للمزيد مشاهدينا تنضم إلينا دكتورة أماني الطويل مدير البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام. دكتورة أماني بعد التحية، كيف ترصدين جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفريقية انتهاء طبعا بدولة تشاد؟ أنا في تقديري أن هذه الدولة حققت عدد من النتائج، أهمها تواصل مباشر مع عدد من الرؤساء الدول المهمة لهم أوزان إقليمية مؤثرة. على الصعيد الأمني، أعتقد أن زيارة تشاد ومكافحة الإرهاب تشاد هي أهم الزيارات، حققت نتائج من التعاون العسكري والأمني بين تشاد ومصر سوف يشهد طفرة في ضوء التجربة المصرية في دعم عناصر مكافحة الإرهاب في بعض دول غرب أفريقيا زي بوركينا فاسو. هنشهد نوع من أنواع المواجهة المنظمة لميليشيات الإرهابية، دعم قدرات الجيش التشادي، رفع قدراته، ربما نشهد في فترة متقدمة اتفاق على قوات تدخل سريع لمكافحة الإرهاب من عدد من الدول الإفريقية منها مصر. يعني هل تعتقدي ان فيما لا وصل به مكافحه الارهاب، وهذا طبعا ملف مهم جدا دكتوره اماني، الى انه على الصعيد الاخر ايضا مشكله الحدود، كما نعلم طبعا ان دوله ليبيا هي دوله تربطها مع تشاد حدود كبيره جدا، مشكله تشاد تواجد مهمة جدا في ضبط جنوب ليبيا، لان ضبط صحيح جنوب طبعا مشكله تواجد الاسلحه وانتشارها في الجنوب الليبي. هل تعتقدين ان هذه هي الزياره تناولت هذه النقطة تحديدا، وهي نقطة ضبط وتأمين الحدود؟ بالضبط، لأن أنت لو تلاحظ إحنا جالنا من عيد الفطر لحد النهاردة حوالي 4 عمليات اختراق للحدود بعربات دفع رباعي أحبطتها القوات المسلحة. نعم. وبالتالي الجنوب الليبي مصدر تهديد واضح لمصر وللحدود المصرية. منطقة الجنوب الليبي شادي منطقة مش مستقرة، كمان تنشط فيها ميليشيات أو منظمات الجريمة الجنائية، يعني أو جريمة تهريب البشر وكذا. عندك غرب السودان، ما هو منطقة غير مستقرة، دارفور، وفيها ميليشيات مسلحة. نعم، جماعة بوكو حرام. تشاد دولة مفتاحية في هذا الملف، وهذه المنطقة مصدر تهديد. يعني حضرتك دكتور أماني تناولتي شق مهم جدا، وهو شق العسكرية أو الشق الأمني، وطبعا شق مكافحة الإرهاب، فيما لو صلة بالصعيد التبادل التجاري ما بين البلدين، كما نعلم أن ليس هناك ثمة قنوات اتصال مباشرة ما بين مصر وتشاد، إلا أن مصر يعني لجأت إلى إنشاء منطقة لوجستية في كينيا، كيف تقرأين هذا القرار المصري؟ كما نعلم يعني البوابة الاقتصادية هي الأسرع والأضمن لعودة مصر لريادتها كما كانت عليه في السابق. البوابة الاقتصادية تحتاج أدوات، والأدوات إذا أنشأنا لوجستي في كينيا فإحنا لازم نعمل أسطول بحري تجاري. بدون أسطول بحري تجاري يصبح مجهود الرئيس قبض ريح باختصار. لازم يكون في آليات مناسبة. مصر ايضا قررت انها تعمل منطقه لوجستيه في غرب القاره اذن غانا، فلازم يكون برضو في ممرات امنه للتبادل التجاري او هنعتمد على الطيران. نعم. فكل الكلام ده لازم يكون، يعني الاهداف الكبرى تحتاج الى ادوات صغيره، نحتاج الى الادوات حتى نستطيع ان نحقق الاهداف الكبرى، دون الادوات سيكون كل المجهود قبض ريح. بشكل عام دكتور أماني، كيف تقرأين توجه الإرادة السياسية في مصر للعودة مرة أخرى للحضنة الأفريقية؟ هي قراءة استراتيجية، لأن إفريقيا إذا كانت فرصة فهي أيضا مصدر تهديد. إذا تعاملت معها كفرصة ستعظم الوزن الإقليمي لمصر، إذا أهملتها ستكون مصدرا للتهديد، وأعتقد أن هذه القراءة يملكها الرئيس السيسي على مستوى استراتيجي. نعم، كما نتابع دكتورة أماني، عذرا للمقاطعة، طائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن أقلعت من مطار من العاصمة التشادية، وتحديدا من مطار تشادي، عائدة
إلى مصر. نتابع معك دكتورة أماني، كنت تتحدثين عن التعامل مع الانتماء أو الحضن الأفريقي لمصر، هل هو التعامل سوف يكون على صعيد فرصة أم هو تحدي؟ بالتأكيد إذا امتلكنا الأدوات ستكون فرصة لفائدة مصر وفائدة الدول الأفريقية، وإذا يعني فقدنا الأدوات ولم يكن لدينا رؤية واضحة. ما هي الأدوات تحديدا دكتورة أماني؟ الأدوات عديدة، منها جهاز في مصر تنضوي تحت كل الجهات العاملة إذا أفريقيا، وأنا برشح الوكالة المصرية للشراكة مع أفريقيا إنها تدعم، وتدعم ميزانيتها وتدعم كوادرها وتكون مظلة لعمل كل الوزارات العاملة في أفريقيا، تكون تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية، وتنطوي أو تنضوي تحتها أيضا، تنضوي تحتها لجنة للمتابعة والتقييم للعمل المصري في أفريقيا، ويكون من يقومون بذلك محايدين مستقلين ليس لديهم مناصب تنفيذية في الدولة، خبراء مستقلين في الشأن الأفريقي. من ينضوي تحتها أيضا مجلس لرجال الأعمال أو مجالس لرجال الأعمال الأفريقية المصرية، يعني يكون هناك تخطيط مركزي وتنفيذ مركزي بحيث أن كل مكون من مكونات الدولة المصرية يقوم بدوره في تناغم، بدل من نوع من انواع التخبط. الحقيقه انا شفت بعض الوزارات بتخبط في بعض في افريقيا، يعني في زياراتي المتعدده بشوف اداء للبيروقراطيه المصريه مزعج الحقيقه. دكتور اماني، هل الثانيه ان احنا علينا ان نفعل هقول نعم اتفضلي نفعل بجديه مساله استيراد اللحوم من افريقيا بجديه، لان احنا عندنا كارتير رجال الاعمال ضد الكلام ده، احنا مصالحنا الوطنيه بتقول ان احنا لازم نستورد لحوم من افريقيا، تنزانيا متاحة وإثيوبيا متاحة، محتاجين أدوات لهذا الكلام عشان ندعم التجارة البينية ونزود حجم الصادرات المصرية، محتاجين أسطول تجاري بحت، عشان نعمل مشروعات ضخمة في أفريقيا محتاجين شراكات بين الحكومة وبين رجال الأعمال، لأن رجال الأعمال لا يقدمون على أشياء ضخمة. والحكومة تعتمد على تمويل مباشر من البنوك الرسمية المصرية التي بها فوائد مالية من دول مصر. وصلت الفكرة دكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بالأهرام، نشكر لك كل هذه التفاصيل.